الفنان عبد الله الشلتي هو واحد من الفنانين السعوديين اللي تأثروا بالبيئة اللي عاشوا فيها وظهرت في أعمالها الفنية، والفنان تأثر بالبيئة العسيرية وبكل ما تحويه من مكونات وعلى طريقة الفنانين الفرنسيين، لكنه تميز بالمواضيع المرتبطة بالطبيعة والحياة اليومية من الثقافة السعودية، فهو بيرسم من الطبيعة اللي عايش فيها. مارس الفنان عبد الله الشلتي الرسم والتصوير، وكان يحب يستخدم الألوان الزيتية والأكريليك وعدد من المعاجين اللي عطت سطحها التصوير بروز خاص، وتنوعت موضوعاته بين تصوير البيئة العسيرية بمنازلها ومزارعها وأسواقها، وأيضاً تصوير المساجد المقدسة كالحرم المكي والنبوي. الوقفة الثانية مع مولان دولا جالت. مادة اللوحة هي الألوان الزيتية، وهذه اللوحة جداً مشهورة لأنها تبين كأنها تنطق وتتحدث، وهذا العمل الفني يتميز بقوة أسلوب الرسم وهو ناجح جداً. العناصر الفنية منظمة أيضاً بطريقة نوعاً ما انطباعية، فمواضع الشخصيات في التصوير الفني تعطي اللوحة حيوية وإحساس بحركة الشخصيات بسبب تصويرها الانطباعي كأن اللوحة تنطق. لو نظرنا للوحة رح نحس أن في أصوات لأشخاص مجتمعين في هذه المساحة، مع أنهم كلهم مشغولين والبعض منهم مو ملتفتين لنا، لكن يجينا انطباع لصوت ناس وموسيقى لما نشوف اللوحة، ونحس بجو مرح يعيش الموجودين في اللوحة، ونلاحظ فيها حركة وصوت وتفاعل، مع أنها فقط صورة لا فيها صوت ولا حركة ملموسة. لازم الواحد يطالع بس في الصورة ورح يشوف فيها الحيوية بسبب نمط الانطباعية. حنشوف بعض الأعمال للفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز، وهو رسام وفنان تشكيلي سعودي ينتمي للمدرسة الانطباعية الواقعية الحديثة، وأحد الرواد السعوديين في مجال الرسم والفن التشكيلي، وأعماله تتميز بأنها لها قيمة فنية وفكرية إبداعية كبيرة. لها تصميم شهير جداً كل اللي زار مكة يشوفه، البوابة اللي على شكل مصحف مفتوح على حامل خشبي في بوابة مكة، ولها أعمال فنية كثيرة رائعة. شوفوا لوحة ذاكرة حية، شوفوا كيف الألوان والملابس والحركة للفنان ضياء عزيز، رسم فيها الملك عبد الله وهو ماسك طفل بيده، وبيدها الثانية يروي شجرة يظهر منها النور، والشجرة فيها أطفال بأزياء مختلفة لأطفال من كل بقاع الأرض في مملكة الإنسانية والعطاء والاحتواء. وتألق الفنان ضياء عزيز في رسم لوحة لتجسيد معاني الوطنية والعشق الكبير الذي يحمله خادم الحرمين الشريفين وهو يقبل العلم السعودي، وكذلك تألق الفنان في لوحة همة حتى القمة التي تجلت فيها صورة المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. لوحة في المولان روج لهنري دي تولوز، الرسام في هذه اللوحة كان يلعب دور المتفرج على الأشخاص اللي مهتمين بمشهد راقص، وفي الصورة يظهر الأسى على وجه الشخصية الوحيدة في اللوحة. الرسم تميز بطابع تلقائية مع الألوان البنية والبرتقالية والخشبية الزجاجية اللي أعطت اللوحة طابع تجريدي انطباعي. مادة اللوحة من الألوان الزيتية، الخاصية هنا إبراز فئات من الشعب في حال ترفيه، كل فرد موجود بشخصية انطباعية ونوعية، والملامح هنا مرسومة بطريقة كاريكاتيرية، فهنا راح نشوف أنه ظهر أسلوب الفن الكاريكاتيري كنوع رسمي ملحوظ مدروس من أنواع الفن.